السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مرحلة رابعة صباحي ومسائي. معكم دكتورة انتصار جبار، راح أكمل وياكم مادة الديدان الطبية للمحاضرات التالية. في المحاضرات السابقة تفضل دكتور حيدر ودكتور أمجد بشرح مفصل لمجموعة الديدان المسطحة لبلاتيه المنثس. أخذنا عليها مجموعتين رئيسية أو صنفين رئيسيين، وهو الكلاس التريماتودا وكلاس السيستودا، والكلاس الثالث كان التربولاريا اللي سابقا أخذته بدرس اللافقريات في السنين السابقة لأنها حرة المعيشة. في المجموعة السابقة لبلاتيه المنثس امتلكت صفات أساسية، وكان أهمها أنه كان جسمها من الناحية البطنية والناحية الظهرية كانت ديدان مسطحة. في هذه المحاضرة طلاب المرحلة الرابعة سنتطرق إلى شعبة جديدة من الديدان الطبية والتي تسبب أمراض خطيرة للإنسان وحيواناته الحقلية، ألا وهي كمجموعة شعبة جديدة راح نتعرف الخيطية على أشياء أساسية تخص صفاتها الأساسية المظهرية، وكيف أن هذه المجموعة تميزت عن سابقتها بصفاتها الخاصة. بالبدأ نأتي من اسم النيماتودة. حقيقة اسم النيماتودة هو معناته Greek word، واللي تعني باللغة الإنجليزية thread يعني خيط. السبب بذلك أنه شكل الدودة خيطي، ومنها جاء اسم الديدان الخيطية. الآن النيمة هو كلمة إغريقية تعني باللغة الإنجليزية thread، يعني thread باللغة الإنجليزية نيمة، خيطية باللغة الإغريقية. هذه المجموعة تضم العديد من الأنواع، تصل إلى حوالي 28 ألف نوع، 16 ألف منها راح تكون باراسيتك. لكن طبعا إحنا في درسنا هذا راح ندرس فقط الأنواع التي تتغفل على الإنسان وعلى حيواناته الحقلية. أما الأنواع التي تتغفل على حيوانات أخرى فتدرس في دروس أخرى. إذا التركيز راح يكون على الأنواع الطبية، إحنا ما معقولة نحن ندرس 16 ألف نوع، وإنما ندرس أهم الديدان الخيطية التي تسبب أمراض خطيرة للإنسان وحيواناته الحقلية. كيف نميز الديدان الخيطية النيماتودة عن ديدان البلاتيه المنثس؟ طلابنا بالبداية مثل ما قلنا لكم، البادي هو بيريفورم with bilateral symmetry. إذا هذه الديدان تناظرها جانبي. أيضا من الصفات المهمة أنه البادي is unsegmented. أخذت بالديدان الشريطية كيف أنه الدودة جسمها مقطع إلى عديد من القطع، وكل قطعة لها صفات خاصة، أحيانا تصل إلى 8000 قطعة كما في الديدان الشريطية دايفيلوبوثريوم لاتموتينيان. هنا في مجموعة النيماتودة راح يكون جسمها عبارة عن قطعة واحدة فقط وغير مقسم إلى قطع. نقطة جدا مهمة تختلف بها فايلم النيماتودا عن البلاتيه المنثس انه digestive system is complete. هذا معنى الكلام انه الانس is present اللي شفناه بكل الديدان البلاتيه المنثس، كانت في التريماتودا الفلوكس كانت incomplete بسبب عدم وجود فتحة المخرج، اما بالنسبة للسيستودا فكانت اصلا لا تحتوي على جهاز هضمي، في حين انه ديدان النيماتودا راح يكون لها جهاز هضمي متكامل. السويلم اللي هو التجويف الجسمي is not a true soilum. Hence the soilum of Aschehelminthes. Aschehelminthes هو حقيقة اسم ثاني لديدان الخيطية اللي يسموها الديدان الكيسية، لأن معظم دور حياتها يكون محاط بكيس فسموها الأسكيهلمنثس. إذن هي نفسها النيماتودا. هذا لما يكون is not a true soilum، احنا ماخذين سابقا بدرس اللافقريات راح يكون false soilum او ما يسمى pseudo soilum، معناته انه there is no mesodermal living over the inner sides of the body cavity، يعني انه البادي كافيتي اللي تخص هذه الديدان غير مملوء بالميزانكايمال سيل مثل ما شفناه بجماعة البلانتي هيلمنثس.
ايضا لازم ان السيركوليتوري سيستم والريسبيراتوري سيستم اورجانس ابسنت مثل مثيلاتها في البلاد هي المنثس، لكن هذا لا يعني ان الدوده لا تتنفس ولكن بطرق اخرى. Nervous system with cerebral ganglia and nerves. Ganglia and nerves. The sexes are separate. أيضا هذه نقطة اختلاف جوهرية ما بين النيماتودا وما بين البلاتي المنثس. تقريبا كل الديدان اللي أخذتوها بالبلاتي المنثس كانت هرموفرودايت مونيشيوس، يعني أنه كل دودة راح تحتوي على سيت ذكري وسيت أنثوي، ما عدا طبعا كان الإكسبشن الوحيد هو ديدان البلهارزيا شيستوسومات كان السكسز السبريت. هنا كل أنواع النيماتودا راح نشوف ميل وراح نشوف فيميل، وعادة يكون الميل دائما يكون أصغر من الفيميل في الديدان الخيطية. دورة حياتها قد يكون إلها larval stage وقد تكون بدون larval stage، معناتها الدودة تنتج بيضة والبيضة تنتج adult، لكن معظمها توجد larval stage. mostly parasitic معظمها طفيلية وبعضها ممكن تكون free living مثل ما شفنا بالسلايد السابق. البادي has a well-developed muscle. طبعا longitudinal muscles are arranged in four distinct bundles. هذه الكائنات جماعة النيماتودا راح يكون لها عضلات متطورة، لأنه هذه الكائنات لا تحصل على غذائها جاهز مثل ما شفنا بلاتيه المنتس، وإنما تبحث عن غذائها في معظم الأحيان، لذلك تحتاج إلى الحركة خلال دورة حياتها، وهذا يتطلب منها أن يكون عندها well-developed muscle. بالنسبة للتشريح الداخلي لهذه الديدان، حتى نفهم الديدان الخيطية كبيولوجيست، حتى نعرف دو أطوارها، حتى نقدر نشخصها، لازم نفهم تشريحها الداخلي وشلون تعيش في داخل مضاعفها. مثل ما تشوفون هنا نموذج لديدان خيطية، وبما أنه إحنا عندنا تيستس معناته أنه هذا النموذج هو لميل، فهذا نموذج لديدان الخيطية. إيش في تشريحها الداخلي؟ بالبداية نحكي على حجمها. حجمها راح يكون عندي يتراوح ما بين 2.5 مليمتر إلى سنتيمتر، معناه أقصى شيء لهذه الديدان راح يكون سنتيمتر، وهذا اختلاف أيضا عما لاحظنا بالبلاتي المنثس، بعض الديدان الشريطية تصل إلى 10 أمتار، في حين أنه أقصى حجم تصل للديدان الخيطية هي سنتيمترات. بعضها يكون نرى تحت المجهر مايكروسكوبيك. أقل حجم ممكن نلاحظه للديدان الخيطية هو راح يكون 2.5 مليمتر. بعد إيش عدنا بها؟ الديدان الخيطية الهيد أوف نيماتودا إز ريليتيفلي ديستينكتيف، يعني إنه رأس الديدان الخيطية نوعا ما مميز عن بقية الجسم، يكون بارز، ولكن هذا ما معناه إنها فعلا عندها رأس حقيقي. أيضا شغلة مهمة إنه الهيد وذ سنسوري بريستلز، شعيرات حساسة. من صفات النيماتودا راح تشوفون بهذا السلايد أو ما بعد من السلايدات، صفة مميزة إلى أنه دائما تحتوي على بروزات تحسسية، سواء كان في منطقة الذنب، سواء كان في منطقة الرأس، سواء كان في سطح الجسم. فإذا هذه صفة مميزة من هذه الأشياء هي البريستل سنسوري بريستلز اللي حساسات موجودة في هذه الكائنات. الماوث has 3 or 6 lips. الفم، فمها يحتوي على شفاه، وهذه تختلف ما بين 3 إلى 6 شفاه. هذه الشفاه عادة بها تيث، في معظم الديدان الخيطية تحتوي على أسنان in their inner edge من الناحية الداخلية، هذا طبعا تمكنها من الالتصاق بمضاعفها. أيضا عندها adhesive caudal gland، في معظمها يكون بها adhesive caudal gland غدد الالتصاق في منطقة الذيل. بالنسبة للتوبيومنت، الغلاف الخارجي لهذه الكائنات كغيرها من الكائنات الحقيقية راح تحتوي أكيد على طبقة الإبيديرمس، وهذه الإبيديرمس الطبقة الخلوية مثل ما تشوفون بالمقطع اللي يمكم هنا، هذه طبقة الإبيديرمس. هذه طبقة الإبيديرمس قد تكون سنسيشوم يعني ملتحمة، أو تكون سينجل أوف سيلولار سيل يعني single layer of cell، يعني أما تكون خلوية مقسمة إلى خلايا أو تكون sensitial ملتحمة وبها أنوية. هذه طبقة الإبيديرمس مغطاة بالطبقة الخارجية اللي هي الكيوتيكل، وهو جزء مهم جدا لهذه الكائنات.
كولاجين سكيوتيكل. هذا الكيوتيكل طبعا يحميها من الظروف الخارجية ومن الظروف البيئية الصعبة اللي تعيش بها هذه الكائنات. صفة مميزة لهذه الديدان أنه الكيوتيكل يكون is periodically shed during the life nematode usually four times. يعني هذا الكيوتيكل خلال دورة حياة الديدان الخيطية عادة ينسلخ 4 مرات. شايفين انتو الحياة من بها من تنسلخ من جديدها القديم من ينمو حجمها. نفس الفكرة هنا بالديدان الخيطية انه اليرقات من تكبر بالحجم تنسلخ من غلاف الكيوتيكل القديم ويتكون لها كيوتيكل جديد. وهذه العملية عادة تحدث في كل ديدان الخيطية 4 مرات خلال دورة حياتها. تحت طبقة البشرة الابيديرمس راح يكون عندنا طبقة مثل ما قلنا well developed muscle. هذه صفة مميزة للديدان الخيطية ما موجودة في غيرها من الانيمال كينجدوم، وهي المعتادين عليه في بقية الحيوانات في بقية حيوانات المملكة الحيوانية أنه أعصابنا تتوجه نحو العضلات وتتحكم بحركتها سواء كانت إرادية أو لا إرادية. في حين بالنسبة للديدان الخيطية العضلات تتجه نحو الأعصاب. تشوفون هذه العضلات المصل تتجه نحو الدورزال نيرف، وهذه المجموعة تتجه نحو الفنترال نيرف. فهذه صفة مميزة. إذن the inner surface of these cells toward the nerve course. This is a unique arrangement in the animal kingdom in which nerve cells normally extend fibers into the muscle rather than vice versa. فهذه صفة مهمة جدا للديدان الخيطية أنه العضلات هي اللي تتجه نحو الأعصاب وليس العكس. الجهاز الهضمي مثل ما تشوفون هنا رسم تخطيط لدودة خيطية للجهاز الهضمي. بدنا تشوفون انه اني سوي هايلايت للاشياء الرئيسيه بي اللي هو كاي جهاز هضمي لهذه الديدان. طبعا ديدان صح متطوره لكن ما ممكن ان تصل الى مستوى الحيوانات المتطوره، لذلك فرح نشوف جهاز هضمي بسيط لكنه كامل. يعني راح يكون عندي ماوث، هذا الماوث مثل ما شفنا يختلف من دوده الى اخرى، قد يحتوي على تيث قد يحتوي على هوكس كثير من الملحقات. بعد الماوث راح يجيني فارينكس وبي، هذه راح تكون الفارينكس بي دايجستيف جلاند، ثم نو ستومك ما بها معدة وإنما مباشرة الفارينكس راح يتصل بالانتستاين. الانتستاين طبعا وظيفتها انه بروديوسز انزيمز وايضا دورها ان ابسوربز نيوتريانت ثرو اتس لايننج من خلال خلاياها المبطنة الهم. وبعد الانتستاين راح يجيني طبعا اللارس بورشن اوف ذا digestive system وهو الركتم. إذا خلاصة الكلام راح يكون عندي mouth، راح يكون عندي well developed pharynx، راح يرتبط بالintestinal gut والgut تنتهي بالركتم، وأكيد راح تنتهي بفتحة الأنس لأنه ببساطة مجموعة الديدان الخيطية تحتوي على complete digestive system. بالنسبة للإكسريتاري سيستم الآن، إذا كان للدودة nitrogenous waste فهذا excreted from the ammonia form of ammonia، تطرح عن طريق الجسم بشكل أمونيا. وإيش كيف تطرح عن طريق الجسم؟ عن طريق البادي وول، لأنه ببساطة هذه الكائنات لا تحتوي على circulatory or respiratory organs، فإذا عندها nitrogenous waste تتحول إلى أمونيا وتطرحها عن طريق جدار الجسم. في بعض الديدان الخيطية توجد حقيقة جهاز إبرازي. هذا الجهاز الإبرازي يتألف من 2 parallel ducts connected by a single transfer duct. This transfer duct opens into a common canal that runs to the excretory pool. هذا الكلام معناه أنه بعض الديدان الخيطية فيما لو امتلكت excretory system راح تحتوي على longitudinal canal، هذه وحدة وهذه وحدة، تربط ما بينهم ترانسفيرس كانال قناة مستعرضة، وهذه القناة المستعرضة تجمع الاكسريتوري سبستانسز المواد الإفرازية من اللونجيتودينال كانال تو ذا ترانسفيرس كانالز، ومن ثم تطرحها عن طريق الاكسريتوري فور. فهذه ترتيب مثالي للجهاز الإفرازي في بعض الديدان الخيطية ان وجد.
النيرفس سيستم يحتوي على 4 نيرفز، 4 أعصاب أساسية اللي هي dorsal, ventral and 2 lateral nerves، وهذه عادة موجودة beneath the cuticle، تحت الكيوتيكل. الآن هذه كل واحد شنو وظيفتها مطلوب من عندكم. الventral nerve is the largest، تشوفون هذا الأسود الطوخ هو هذا الventral nerve is the largest، أكبرهم. وهذا الفينت اللي بعده هو هذا راح يكون عندي الدورزال نيرف كورد. طبعا هذا مو يعني واحد خلف الله، وانما لانه هو رسم سطحي مو 3D، فبين انه هو تحته، لكن هو الامامي هو راح يكون يعتبر فنترال والخلفه هو دورزال، وطبعا هذه هي اللاترال نيرف كورد. الان وظيفه اللاترال نيرف كورد سنسري للتحسس، وظيفة الدورزال نيرف responsible for motor control، الدورزال نيرف كورد راح يكون مسؤول عن الحركة، أما الفنترال نيرف كورد اللي هو الأكبرهم راح يكون مسؤول عن التو فانكشن، الوظيفتين يجمعها يعني الحركة والتحسس. بعد ايش عندها بالإضافة إلى هذه الحبال العصبية؟ عندها circular ring nerve ring around the pharynx and serve as the brain. الآن إحنا نعرف إنه هذه منطقة الفارينكس بهذه الديدان، نتصور إنه الجهاز الهضمي هنا. هذه الحلقة حقيقة هذه نيرف رينج، حلقة عصبية تحيط بمنطقة الفارينكس هذه، ومنها تتوزع الأعصاب لبقية الجسم يعني دورزال فنترال لاترال، بالإضافة إلى أعصاب أيضا تنشأ من هذه الحلقة العصبية إلى مقدمة الرأس. الآن the body of nematode covered by sensory bristles، مثل ما اتفقنا إنه هذه الديدان الخيطية الجسم يكون مالتها مغطى بالبريستلز الحساسات العصبية. في منطقة الرأس، في منطقة الرأس، هذه منطقة الرأس lie two small pits، هذه وحدة وهذه وحدة، two small pits، هاي وحدة وهاي وحدة. هذه حقيقة راح يجينا مصطلح مهم جدا وراح يتكرر في بقية المحاضرات، هذه يسموها أنفد. شنو تعريف هذه الأنفد؟ من التعريف المفضل لدينا لأنه جزء أساسي من النيماتودة، the nerve branch out of the muscle cell. عفواً أنا these الأنفيدز حقيقة هي will supply to the nerve cells and probably chemoreception organs، يعني الأنفيد حقيقة هي chemoreception organs composed of will develop nerve cells. إذن هي مجموعة من الخلايا العصبية تعتبر chemoreception organs، يعني حساسات تتحسس بالمواد الكيميائية. احنا قلنا انه هذه الكائنات ما تحصل غذائها في معظم الاحيان جاهز، لذلك عليها ان تبحث عن الطعام، فحتى تبحث عن الطعام لازم يكون عندها حساسات تتحسس المواد الكيميائية الغذائية. من الاعضاء اللي تساعدها على هذا الشيء هو الانفس اللي موجود في منطقة الرأس. مصطلح مهم جدا اعيد مطلوب من حضراتكم، وهذا تعريفه. عليك أذر أنيمالز هاي قلناها أنه النيرف ما تروح للعضلات، وإنما العضلات هي تتجه نحو النيرفز حتى تتمكن من التحكم بها، وهذه خاصة صفة خاصة للنيماتودة من الأنيمال. الريبرودكتيف سيستم مثل ما اتفقنا أنه السكس السبريت بالنيماتودة، يعني عندنا ميل وفيميل، يعني يسموها دايشيوس، وكل واحدة عندها جونات خاص بها. بالميل مثل ما نعرف لازم يبدأ عندنا بالتيستس، مثل ما نشوف هذا نموذجي، رسم نموذجي جديد لدودة خيطية، راح يكون عندنا تيستس، هاي التيستس تصب السبيرم بالقناة عرض منها هي السبيرم داكت، ومثل ما تشوفون هذا السيمينال فيسيكال حوصلة المنوية، وتنتهي بالإجاكيولاتري داكت، هذه الإجاكيولاتري داكت، وتنتهي بفتحة المجمع اللي هو كلو أكم. الآن صفة خاصة للنيماتودة إنه الميل في هذه الكائنات تحتوي على ما يسمى بالكايتينايزد سبيكيول، هذه الشوكة كايتينايزد سبيكيولز، هذه تستفاد منها أثناء الجماع مع الفيميل move out of the cloaca
تخرج من الكلوكة and inserted into the genital pore of the female. فهذه صفة جديدة لم نشاهدها بالبلاتي هيلمنثس خاصة بالنيماتود. في المقابل راح نباوع هنا جهاز نموذجي للأنثى. طبعا قد يكون الجهاز التناسلي الأنثوي في بعض الديدان الخيطية مزدوج دبل مثل ما تشوفون هنا بهذه الدودة، أحيانا قد يكون مفرد حسب نوع الدودة. في هذا النموذج اللي عندي، عندي سيتين من الأجهزة التناسل. يعني شنو سيتين؟ يعني أوفري هنا وهنا أوفري. طبعا الأوفري راح يتصل بقناة أوسع هي الأوفيدات، ومن ثم تنتهي باليوترس. هنا أيضا أوفري ثم أوفيدات ومن ثم اليوترس، واثنيناتهم يفتحون بفتحة واحدة مشتركة هي الفاجينة. وعادة الفاجينة تكون في الجهة البطنية في منتصف الدودة الخيطية، لكن في بعض الديدان الخيطية قد تحتوي على سيت واحد فقط، معناته أوفري أوفيداكت يوترس واحد وتنتهي بفتحة الفاجينة. أكيد مصطلح جديد أيضا ما كان موجود بالبلاتي هيلمنثس وهو مصطلح الأوفو فيفي بورس. هذا بعض أنواع الديدان الخيطية قد نشاهد بها هذا المصطلح. يعني شنو أوفو فيفي بورس؟ بعض الديدان الخيطية بيوضها المخصبة تفقس داخل الدودة الأنثى ومن ثم تخرج يرقات، يعني بالحالة أن الدودة تضع يرقات ولا تضع بيوض، فهذه يسموها بيوضة ولودة. أيضا بعض الديدان الخيطية راح تشوفها تحتوي تكون أوفو فيفي بورس. الأوتر طبعا البيوض من تخرج راح تكون محاطة بالأوتر شيل أكيد حتى تحافظ عليها من الظروف الصعبة. لهذه المجموعة، مجموعة طبعا شفتوا بالبلاتي هيلمنثس كان تصنيفها متعدد، يعني بالبداية صنفنا البلاتي هيلمنثس ذات تيربولاريا وتريماتودا وسيستودا. التريماتودا قسمناها حسب مناطق الإصابة ليفر لانج انتستاين بلاد فلوكس. السيستودا صنفناها إلى سيدوفيليدي وسايكلوفيليدي. بالنسبة لمجموعة النيماتودا عادة نقسمها إلى صنفين أساسيين اعتمادا على تركيب موجود في هذه الكائنات. هذا الاسم نسميه الكلاس الأول راح نسميه أدينوفورا أو أفاسميديا. مثل ما تعرفون حضراتكم الأ باللغة اللاتينية معناتها النط، معناتها صنف الغير حاوي على الفاسميديا، أو يسموها أدينوفورا في بعض الكتب. شنو يعني أفاسميديا وشنو صفاتها الخاصة وشلون نعرف أنه هذا الصنف من النيماتودا هو أفاسميديا؟ مصطلح الأنفتس أخذناه بسلايد سابق اللي هو كيمو ريسبشن أورغانز كومبوزد أوف سم نيرف سيل، وين موجودة؟ بالهيد ريجن أوف نيماتودا. هذا بالكلاس الأفاسميديا يكون well developed label variable shape pore like to elaborate، جيد التكوين. في المقابل راح نشوف مصطلح ثاني وهو فاسمد. افتهمنا شنو يعني انفيتس؟ اعيد، الانفيتس هو كيمو ريسبشن اورجانز ان ذا هيد ريجن كومبوزد اوف نيرف سيل سنسوري نيرف سيلز. في حين الفاسمد اقدر اعرف لكم اياه نفس التعريف، يعني ايضا هو راح يكون كيمو ريسبشن اورجانز. تعريف الفاسمد هو ار يونيسيلولار سنسيليا ان ذا لاترال تيل ريجن، يعني هذا موجود وين؟ بمنطقه التيل. الفاسمد موجود بمنطقه التيل للدوده الخيطيه. ان سيرتين سبيشيز اوف نيماتودا، مو كل السبيشيز، في بعض الانواع من النيماتودا they are similar in their structure to aphid sensilia but smaller. هذا الحكي معناه انه الفاسمد هي ايضا كيمو ريسبشن اورجانز، ايضا تتكون من يونيسيلولار سنسيليا يعني حساسات عصبيه، لكن اصغر وفي منطقه التيل الجانبيه، في منطقه التيل ريجن، بينما في الانفيتس كانت في الهيد ريجن. هذا الفرق ما بين المصطلحين. الآن لما يكون عندي نيماتودا أفاسميديا هذا معناته أنه الأنفيدز will develop في حين الفاسمد are absent. هنا طلابنا تنتبهوا لي جيد جدا، لذلك سموها أفاسميديا، يعني الفاسمد are absent غير موجود بهذه الديدان.
على هالأساس تم تصنيفها إلى هذه الكلاسات. نقطة مهمة جدا أنه بعد صفاتها الأخرى فيما لو كانت أفاس ميديا وما تحتوي على فاسمد simple nontubular excretory system when present، يعني هذه النادرة لما نشوف بيها excretory system، وإن وجد فيكون simple بسيط. Both sexes with single gonads، هذا معناته أنه الميل يحتوي على testis وحدة، seminal vesicle وحدة، وإجاكولاتري داكت وحدة، والإناث أوفري وحدة، أوفيداكت وحدة، وترس وحدة، single gonad. الميل with one spicules، الميل قلنا مو بي كل ميل بالديدان الخيطية في نهاية جهاز التناسلي راح يحتوي على كايتينايز سبيكيول، شوكة كايتينية. هنا في هذه المجموعة، في مجموعة الأفاس ميديا يحتوي على one spicule. بعد الجودال آري is rare، أيضا الجودال آري حقيقة هي أيضا نوع من التحسسات العصبية اللي موجودة في منطقة الذنب، هذه في مجموعة الأفاس ميديا تكون نادرة وأحيانا غير موجودة. Mostly free living، معظمها حرة المعيشة، and some parasitic، بعضها طفيلية. لذلك راح تشوفون المثال الوحيد اللي راح ناخذه على الفاس ميديا في درسنا هذا في درس الديدان الطبية هو مثال التريكيورس اتريكيورا. ليش؟ مو معناته هي ما بيها هواي سبيشيز، لا تحتوي على الكثير من السبيشيز، لكن معظمها تكون free living، وراح ناخذ اللي تأذي الإنسان فعلا هي التريكيورس اتريكيورا. هذا الكلام معناه من كل الأنواع اللي راح تدرسوها في هذه المحاضرات المقبلة راح تكون الوحيدة من جماعة الأفاس ميديا هي التريكيورس تريكيورا، وتنطبق عليها هذه المواصفات اللي هي شنية أنفيدز will develop phasmids absence simple excretory system single gonad one spicule caudal alley rare و مثل كنا طالبة في مثل عمركم احيانا تختلط علي الامور لما اقرا للامتحان، فكنت احفظ نفسي اقول انه الافاس ميديا كانه كلاس فقير مقارنه بالفاس ميديا، واثبت لكم شلون. طبعا هذه من الاسئله المهمه اللي نتناولها بالفصل وبالنهائي، احد الفروقات المهمه فرق ما بين الافاس ميديا والكلاس اللي بعده اللي هو الفاسميديا. من اسمه يعني عكس الكلاس الماضي، طبعا ممكن يسموه سنسرنيشيا اسم الاخر له، لكن ايضا ممكن نسميه فاسميديا وهو the main class of nematode. السبب انه معظم انواع الطفيلية والطفل عن الانسان وتسبب امراض خطيرة. الفاسميديا عكس راح نشوف عكس ما شفناه بالأفاسميديا. بالبداية الأنفيدز poorly developed، السبب إنه الفاسميد is present. لما كان الفاسميد بالأفاسميديا absent، لأنه الكائن أصلاً عنده أنفيد متطور في منطقة الرأس. هنا في هذه المجموعة الفاسميديا عندها الفاسميد في منطقة التيل اللي هي كيمو ريسبشن بالتيل ريجن ويل ديفلوب، فبهالحالة انتفت الحاجة إلى أن يكون لها ويل ديفلوب أنفيدز. انتبهتوا طلابنا؟ فإذا عكس ما موجود بالأفاسميديا، أنفيدز بالفاسميديا poorly developed while الفاسميد is present، يعني عندنا ويل ديفلوب كيمو ريسبشن أورجان إن تيل ريجن. الآن excretory system is possessing lateral canals، يعني الحكي اللي شرحنا على excretory system إنه بها two longitudinal tubule وتربطها transverse tubule تفتح بفتحة excretory pore، موجود هذا التراكيب هنا بهاي المجموعة الفاس ميديا. بينما الأفاس ميديا وإن كان في حالة معظمها قد لا تحتوي على جهاز excretory system أفرازي، وإن وجد فيكون simple. الfemale reproductive system is double، هنا الfemale تقول طلابنا الfemale راح يكون حاوي على double system، معناته راح يكون باثنين ovary اثنين oviduct اثنين uterus، لكن مع ذلك يفتحون بفتحة فجاينة واحدة. النيوميروس جودال بابلي، عديد من الجودال بابلي موجودة في منطقة التيل.
الميلز هاز تو سبيكيول. في معظم هذه الانواع الفاس ميديا راح يكون الميلز تحتوي تو كايتينايز سبيكيولز في نهايه الجهاز التناسلي الذكري. فاذا تلاحظون انه هذه كانما تكون غنيه بالصفات جماعه الفاس ميديا مقارنه بالافاس ميديا. شلون؟ انه بالافاس ميديا الفاسمد از ابسنت، بينما بالفاس ميديا الفاسمد از بريزنت. الاكسراتوري سيستم بيلاترال كانال بالفاس ميديا، بينما نجي على الافاس ميديا اف اتس بريزنت فهو سمبل. بالفيميل بالافاس ميديا يكون سنجل جونات سيت واحد، بينما الفيميل بالفاس ميديا از دبل. الجودل بابلي بالافاس ميديا از رير، بينما الجودل بابلي بالفاس ميديا از بريزنت ونيومرس، اكو العديد من عنده. اخيرا انه الميل بالافاس ميديا يحتوي على 1 سبيكيول، في حين بالفاس ميديا يحتوي على 2 سبيكيولز. هذه صفات تكون منطبقة على معظم الديدان اللي راح نتناولها إن شاء الله في المحاضرات السابقة. لذلك يجب أن تركزون على النوعين وصفات كل نوع، حتى من نجي نقول مثلا دودة الإيكاينوكوك العفو دودة الأنتروبياس أو دودة الديفيلوبوثريوم العفو دودة من الديدان الخيطية الأخرى مثلا تراكينيلا سبايرالس هي من مجموعة الفاس ميديا، ومعناته لازم نعرف أنه هي تحتوي على تو سبيكيول. الفيميل تحتوي على دبل جونات مثلا دودة الإسكارس أيضا من مجموعة الفاس ميديا، هذا معناته راح نتوقع أن نشوف دودة الإسكارس تو سبيكيولز بالذكر، راح نشوف الجونات بالفيميل راح يكون دبل. فلذلك لازم تعرفون الصفات الأساسية لهذه الديدان. الآن بهذا السلايد نكون انطينا مقدمة واضحة صفات أساسية للديدان الخيطية اللي حقيقة تختلف في معظم الأحيان عما شفناه بالبلاتي هيلمنثس. راح تعرفون على دورات حياة نوعا ما أصعب مما شفتوه بالبلاتي هيلمنثس، السبب أنه ما عندنا ديزاين عام لدورات حياتها نوحد على بقية الديدان. هذا الكلام عندنا شنو شفنا بالتريمادودا، وحدنا دورة حياة وحدة وهي أطوار محددة أوفا ميراسيديوم سبوروسيست ريديا ميتاسركاريا وأدالت. بينما هنا كل دودة تشق طريقها بطريقة مختلفة عن الدودة الأخرى، لذلك تكون نوعا ما صعبة عليكم، لازم تحفظون دوراتها. لكن مع ذلك نحاول نسوي لكم مخططات لدورة حياتها تسهل عليكم الحفظ. أعيد وأقول من الضروري جدا أن نفهم طبيعة الديدان اللي تدرسوها كيف تتكون، حتى بالمستقبل من تشخصوها تكونوا فاهمين وشنو الأدوار التشخيصية لها وكيف يتم تشخيصها. بهذا السلايد أكون أني خلصت المحاضرة اليوم إن شاء الله، وألتقيكم بمحاضرات لاحقة. وإذا عندكم أي استفسار رجاء طلاب المرحلة الرابعة تقرون المحاضرة تسمعوها قبل ما تجون للميتك، حتى يكون عندكم أسئلة نقدر نجاوبكم عليها. معظم الطلاب يجون للعملي وكأنه لا غير فاهمين للمادة نهائياً، وهذا ما يجوز. هذا من واجبكم أن تفهمون هذه المادة الطبية. أنت مو كلية نظرية تدخل للمحاضرة وتطلع وما تفهم، أنت كلية عملية باكر تطبيقية، باكر عقب تشتغل مختبرات أهلية بمستشفيات، ما ممكن أن تكون غير فاهم لأساسيات الديدان الطبية. إن شاء الله نلتقيكم بالميتينج كطلابنا ونجاوب على أسئلتكم، وشكرا جزيلا.